هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء طلبة الدفعة 17 الذين تم اختيارهم ضمن برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية. وأكد سموه الاعتزاز بما ظهروا عليه من مستوى مشرف في التنافسية والتميز العلمي، كما من سبقوهم طلبة البرنامج ليستحقوا بها الفرص التي تؤهلهم للانطلاق نحو أفق أرحب من العلم والنجاح. ولدى لقاء سموه مع طلبة الدفعة الجديدة وأولياء أمورهم وأعضاء مجلس إدارة البرنامج في قصر رفاع اليوم، أكد سموه أن مستوى الطلبة يعكس جهود أولياء أمورهم في الاعتناء بدراستهم وتشجيعهم وتهيئة الظروف لهم، والشكر موصول لهم على ما أثمر عنه ذلك من نتائج تبعث على الفخر. وقال سموه إن رؤية نجاح أبناء البحرين وأمثلته العديدة، ومنها طلبة الدفعة الجديدة وما وصلت إليه الدفعات السابقة، وما برهنوا عليه من أداء وعمل دؤوب، هو محفز للعمل نحو المزيد من أجل المحافظة على مخرجات البرنامج. وأعرب سموه كذلك عن الشكر والتقدير لداعمي البرنامج من مختلف المؤسسات الوطنية والشركات الكبرى الذين أسهموا بتعزيز سمعة برنامج المنح ومخرجاته، والذين بمساندتهم تقوى مملكة البحرين أكثر وأكثر بأبنائها الذين يواصلون الإنجاز والعمل الجاد والمخلص. واستذكر سموه انطلاقة البرنامج عام 1999، حيث تم ابتعاث 4 طلاب في بدايته في برنامج البكالوريوس فقط، وما وصل إليه الآن مع ابتعاث 10 طلبة سنويا ومواصلتهم للدراسات العليا في ضوء الدعم المتواصل للبرنامج. وتمنى سموه التوفيق للطلبة فيما هم مقبلون عليه من تجارب ومحطات سيتعلمون منها الكثير في المراحل القادمة، ستكون من أجمل سنوات العمر بما ستفتح لهم من آفاق جديدة سيقدرون فيها حتى التحديات وما تحمله من فوائد ودروس جمة. كما نوه سموه بالجهود التي تقوم عليها إدارة البرنامج في مباشرة كل ما يتعلق بسير البرنامج من تعاون وتنسيق مع الجامعات العالمية العريقة ومتابعة شؤون الطلبة كافة، بدءاً من عملية اختيار المرشحين حتى انتهائهم من الدراسة.